مصر أم الدنيا، الحضن الدافئ لأبناء القارة الإفريقية، صاحبة الريادة في القارة السمراء في كافة المجالات. هي دائما صاحبة المواقف الثابتة في المجالات المختلفة. هو ما وضح في إنقاذ بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2019 من الإلغاء بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية في البنية التحتية. فرغم ضيق الوقت إلا أن مصر تصدرت المشهد، تقدم بطلب لاستضافة البطولة لإنقاذها من الإلغاء، خاصة أن المنافس لمصر على استضافة البطولة كان جنوب إفريقيا التي كان ملفها يحتاج تدعيما من الدولة، بخلاف مصر صاحبة النسيج المتكامل التي وقف الجميع من أجل إنجاح البطولة. إنقاذ مصر لتنظيم نسخة 2019 من أمم إفريقيا لن يكون لمجرد تنظيم، فالجميع في الدولة المصرية من قيادات سياسية ورياضية تعهدوا بأن تكون البطولة الأنجح في تاريخ بطولات الأمم الإفريقية من الناحية التنظيمية، خاصة أنها تمر بتجربة جديدة عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 منتخبا إلى 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة. جميع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي وضعوا ثقتهم في مصر لتنظيم أفضل بطولة في إفريقيا من خلال المنافسة بين ملفي مصر وجنوب إفريقيا، حيث حصلت مصر على 16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا، وهناك صوت امتنع عن التصويت. استعدادات مصر لاستضافة كان 2019 تسير على قدم وساق منذ إعلان فوزها بتنظيم هذا الحدث القاري الأهم. الجميع يعمل وكأنها خلية نحل حتى يخرج الحدث بالشكل الذي ينتظره الملايين في مصر وإفريقيا وربما العالم أجمع، لما تضمه البطولة من مواهب إفريقية أبهرت العالم كله. يتعهد الجميع في مصر بأن تكون بطولة 2019 واحدة من أفضل وأنجح البطولات في تاريخ القارة السمراء، بعدما اتخذ المسؤولون في الدولة المصرية جميع التدابير التي تمهد لتنظيم بطولة يشهد لها الجميع بالنجاح، لا سيما وأن بطولة 2006 التي استضافتها مصر أشاد بها الجميع في العالم كله.